رسالتي لترامب بصراحة مخجلة. رسالتي لترامب انه هو لا يصلح ليكون رئيس دولة. ترامب اصلا هو تاجر، بدعي انه المقاومة الفلسطينية شيء ارهابي. اذا اردت ان تتدخل بالقضية الفلسطينية عليك ان تكون يعني منصف. انا كفلسطيني بحكي له لا، المقاومة عمرها ما كانت ارهاب. رسالتي لترامب انه المنطقة رايحة لدمار. لولا الاحتلال كان ما فيش مقاومة، واحنا بندعي للسلام دائما. يعني انا بعولش على ترامب ولا غير ترامب. رجال غزة اقوياء. انا بعول على اللي هو الشعب الفلسطيني وعلى المقاومة الفلسطينية وعلى الثورة الفلسطينية. بحكي له الشعب الفلسطيني مش شعب رعاة، الشعب الفلسطيني شعب مناضل. نحن لن نستسلم، لو ترامب وخمسين ترامب اجا نحن باقون. القدس لن ننساها، قبة الصخرة لن ننساها، الأسرى خلف السجون لن ننساهم. السعودية تدعم القضية الفلسطينية في المال وبالسياسة، موقفها كويس، ولكن يعني مليار دولار لزيارة اللي هو الرئيس الأمريكي هذه مهزلة. هذا الشيء متوقع من السعودية عادي. للأسف لما بقول أنا عربي بأخجل. المبالغ اللي قدمتها هذا زي دعم لاقتصاد أمريكا بس مش أكتر. اللي معاه مليارات بيعرف شنو وديه. أعتقد هذا فعل خاطئ، تمشي سياسات غربية. الفلوس هذه بإمكانها إنها تحيي أسر فقيرة، بإمكانها إنها تنمي قدرات شباب مدفونة في غزة. بالنسبة للسعودية والقضية الفلسطينية لا يوجد اهتمام أصلا، مش اهتمام لا من بعيد ولا من قريب. هي مرات بتهتم فيها ومرات لا، على حسب المصالح اللي بتكون إلها. يعني القضية الفلسطينية صار لها كم من سنة، يعني صار لها عمر طويل وهي على هالحالة، وما صار أي اهتمام سواء من السعودية أو من غيرها. المفروض تهتم بشكل أكبر من هيك. بدعو السعودية أن تدعم القضية الفلسطينية في الأموال وللمقاومة الفلسطينية، وتدعم المسلمين العالم في كل الدول في بقاع الأرض، أفضل من أنها تقدمها لإنسان زي هذا هلفوت.